أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. رئاسة الأركان الفرنسية تحذر من مشاريع أرب وغيرها مما سمي بالأشعة غير العادية وأيضا التكتونية الموجهة، هكذا بالحرف نقلت إلى اليونان، وكشف هذا الوضع أمام الجزر التي يمكن أن تتأثر ما بعد الذي حدث في تركيا. إذن هناك لأول مرة شبه اعتراف رسمي من طرف قائد للعمليات، هو أساسا أجرى أكثر من عملية في لبنان وأفغانستان وكان مكلفا بمثل هذه المهام، خصوصا بالنسبة لعملية أجريت في أفغانستان. لأول مرة يكشف الفرنسيون أن هناك محاولة تشبيه لحركة اهتزازية، لم يسميها زلزالا، حركة اهتزازية موجهة نحو كاف من أجل إسقاط أحجاره على من فيه. هذا التحول الخطير الذي أصبح الآن بالنسبة للعمليات غير العادية، الآن ليس هناك عمليات خاصة إنما عمليات غير عادية بمعنى خارج أي إطار خاص أو عام أو غيره، الآن فيه ما سمي بالعمليات غير العادية. ويأتي كل ذلك بعد الإشارة التي قدمها الجنرال آيماك بونميزان، أو بونميزان هذا الجنرال القائد لما سمي بالأمن السيبرنيتي أو سيبركام كما يمكن اختزاله هذا المجال، المجال السيبرنيتي والحرب الإلكترونية، وقد أنجز فيها كتاب الكل يعرفه من 2013 أتنسيون سيبر، حذاري من السيبرنيتية نحو حرب سيبر إلكترونية، فيغان كومبا سيبر إلكتروني. في 2013 كان هذا الكتاب، وهذا الذي أهله أن يأخذ أدوار بعد دخوله إلى وزارة الدفاع. وأهم ما عند بوميزان أنه سعى بشكل واضح إلى تقرير شامل للعمليات الأمريكية اليوم وتوسعها سيبرنيتيا في المناطق في كل أوروبا وفي المناطق التي تعتبر مهددة بالهجومات السيبرنيتية الروسية. فيقول بالحرف إن أي دولة سمحت بالتعاون السيبرنيتي مع دولة أخرى أو دخول قوة أجنبية على خط أي أمن دفاعي أو إنشاء أمن معين رقمي فإن الأمر انتهى، فسيكون دائما تبعا للذي أنشأ هذا المشروع السيبرنيتي أو هذا الدفاع أو أسس هذا الدفاع الرقمي. لقد رأى الفرنسيون والصحفيون الفرنسيون فانسون مثلا في لوموند عندما أخذ نفس تصريحات بوميزون وكان مقال لكشف ما سمي بالهجمات العنيفة نسبيا، العنيفة نسبيا لأمريكا في أوروبا في غرب في هذه المناطق التي تعتبر بأنها الحليف الأول، أوروبا الغربية حليف لأمريكا، ورغم ذلك يتهمها الجنرال بوميزان بشيء واحد، العمليات العنيفة نسبيا. وهذا من بندي ما سمي بالتحالف الغربي، أيضا من خلال النيتو، أيضا من الاتحاد الأوروبي ومن الشراكة الأطلسية بين ضفتي الأطلسي أي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من كل هذا وتحت سقف الدبلوماسية. وبعد اجتماع 12 من يناير عندما صرح للجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي بأن الأمر يتعلق بعمليات عنيفة، إذن أول من وصف العمليات التي تقودها أمريكا اليوم في أوروبا الغربية وأمام الأصدقاء بالعنيفة. وهنا يطرح سؤال أساسي حول الصديق المتمرد بين قوسين، أقصد تركيا تماما في هذه المرحلة الأخيرة، فإن العمليات التي
أرادتها أمريكا ضد تركيا وصفت بالعنيفة من طرف جنرال الدفاع السيبرنيتي أمام لجنة الدفاع وأمام الصحفيين بإضافة نسبيا. قال بالحرف في لجنة الدفاع إن هناك عمليات عنيفة يعني يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن مع تركيا في هذا الصدام، وهذا يعني الكثير بالنسبة لتعبير مباشر وواضح لجنرال لمثل هذه الخطط، وأكد من خلالها أن مسألة دقيقة للغاية يمكن فحصها. أولا ما سمي باختراق الموجات، وهذا الذي كان في لبنان ضد حزب الله، وأيضا في أفغانستان بتحريك كهوف، وبالنسبة للأحراش في لبنان كان استخدام مباشر لفرنسا ومن داخل الأمم المتحدة واليونيفال في قلبها كان هناك استخدامات لمثل هذه التكنولوجيا، تكنولوجيا الموجات بهذا الخصوص. وهذا الذي يمكن أن يطلق أو أن يثير من خارج السلاح التكتوني يمكن أن تكون حالة الإثارة بالنسبة للزلزال وغيره من الظواهر. إذن أمامنا جنرال يؤكد من جهتين أن هناك عمليات عنيفة في أوروبا الغربية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الذي سيزيد من اتهام أمريكا بخصوص قطع نورد ستريم لأن العنيفة قد تفسر بهذه الدرجة. المسألة الثانية أن هناك رغبة أمريكية في محاولة السيطرة وإعادة كل متمرد إلى ناديها أو إلى مظلاتها، وهذا لا يخرج تركيا، فكيف بالنسبة لأصدقائها، أصدقاء وهم تحت ما سمي بالضربات العنيفة، فكيف بتركيا التي أرادت في لحظة محددة المزيد من الحياد وقبلت علاقات ورفضت العقوبات ضد روسيا إلى آخره. إذن أمامنا ما سمي بعمليات العنيفة بوصف لجنرال وقائد للأمن السيبرنيتي في فرنسا. إذن أمامنا هذا المستجد، وأمامنا العمليات الموجوية أو التموجية والتي أكد معها أن هناك ضرب أحراش، ضرب أنفاق، ضرب أيضا كهوف في أفغانستان انطلاقا من تكنولوجيا الموجات، وهذه تكنولوجيا أضعف بكثير من السلاح التكتوني والتطويرات أو بالنسبة للأشعة الشفقية. إذن استخدام اليوم يعترف به وبشكل مباشر جنرال قائد أمن الدفاع السيبرنيتي في البرلمان الفرنسي، ويؤكد حول مثل هذه العمليات بأنها عمليات عنيفة وأمريكا شرعتها ببساطة شديدة. قد عمل هذا الجنرال الفرنسي الذي يقود الآن ومن الأول من سبتمبر 2022 الاستخبارات، استخبارات الرقمية والموجات والراديو عموما كل هذا وما يسمى بسيبركوم عموما. بالنسبة لهذا الجنرال عمل في 20 دولة، قاد عمليات في 20 دولة، لكن هو اليوم يؤكد أن العمليات الفرنسية التي كانت في مالي وكانت في غيرها من المناطق التي تواجه فيها فرنسا ما سمي بالجهاديين أو الإسلامويين أو غير ذلك من كامل التسميات التي أطلقها، فإن فرنسا كانت أرحم من أمريكا مع الفرنسيين وما سائر الأوروبيين في العمليات السيبرنيتية. هذا يعني أن التعامل الذي يقوده الآن بايدن ومختلف الأجهزة الاستخبارية الأمريكية تضرب الأصدقاء قبل الأعداء بين قوسين، هذا يعني الكثير. وهذا توريط لأمريكا بأنها اليوم تقوم بعمليات غير عادية، أي استخدام كامل التكنولوجيا التي لديها، وهذه العمليات واسعة وهي الأوسع على الإطلاق، ليست واسعة فقط من حيث
على الصعيد الأفقي في عملياتها، إنما الأكثر أيضا على صعيد عمودي، بمعنى أن استخدامها المباشر لأي تكنولوجيا ومع كامل الضحايا لا تهتم أمريكا للضحايا، تماما كالجنود الأوكرانيين الآن، أي فاتورة فهي مقبولة، وبالتالي فإن أي فاتورة من أي دولة شيء مقبول. المهم محاولة السيطرة بلجام أو أن تلجم كل دولة تريد أن تخرج عن طاعتها، خصوصا بالنسبة للنيتو. اليوم فيه فرصة لإعادة الجميع إلى بيت الطاعة، هذا هو الأمر الواضح. وعندما استخدمت هذه اللفظة على وجه التحديد بالنسبة لتركيا قبل هذا الإجراء، اليوم 12 من يناير، يوم 12 من يناير يقول إن العمليات التي قد تنجز قبل الانتخابات ستكون أقوى بكثير مما يتوقعه الجميع، وأن أمريكا لن تسمح ولو بأي فاتورة، أي فاتورة، لأن ما بعد فاتورة الجنود الأوكرانيين والفاتورة الأوكرانية فإن الأمريكيين لا يتورعون عن أي فاتورة كيفما كان نوعها، ضد المدنيين أو ضد أي طرف أو صديق من أجل الوصول إلى كامل الأهداف. إذن الأمر اليوم يتأكد من خلاله أنه في الساعة 3:25 من يوم 12 من يناير قال جنرال الدفاع السيبرنيتي والمكلف من القيادة، يعني رئيس الأركان للأمن الدفاعي السيبرنيتي، يقول بالحرف بوميزان إن تركيا ستعرف هجمات عنيفة عنيفة قبل الانتخابات. هذا يعني الكثير بالنسبة لمن سرب هذا النبأ، مما يعني أن الأمور أصبحت شديدة الصعوبة إلى أبعد حد، وأن هناك من يؤكد اليوم وبكامل الصراحة وأمام لجنته للدفاع ولمدة معتبرة أن تركيا يجب أن تعود لبيت الطاعة بعمليات عنيفة. الأمر يتعلق إذن بخلاصة أساسية للغاية بالنسبة لرجل، رجل من 2006 وهو يعرف جيدا وعامل من داخل النيتو، عامل من القيادة، يعني من قيادة التخطيط في النيتو في 2006 ومن القيادة الاستراتيجية في النيتو، فيعرف أي حركة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال النيتو. ثم ثانيا أنه في رئاسة الأركان الفرنسية قاد الأمن السيبرنيتي بشكل كامل، وأيضا أدار عمليات خصوصا بالنسبة للموجات، مما يعني أن الجنرال يفتح وجها آخر للمزيد من الكوارث في اللحظة التي يمكن الاستثارة أو التدخل في ظواهر طبيعية برفع الموجات أو توجيه الموجات أو التركيز الموجات أيضا، وهذه تقنيات استخدمت في أفغانستان وفي لبنان، وهذا يكشف بشكل واضح أننا أمام عنف أمريكي في العمليات الخاصة التي تقودها الآن إدارة بايدن، وهذه بشهادة جنرال فرنسي قائد للأمن السيبرنيتي في رئاسة الأركان الفرنسية. فعندما تحذر رئاسة الأركان بهذه الدرجة فإن الأمر يعود صعبا، ويكشف أن تركيا تعرضت فعلا لهجمات عنيفة سيبرنيتية أو موجاتية على أقل تقدير، ضمن ما تعتبره فرنسا بأنه جزء لا يتجزأ من الأمن الذي أوصت به اليوم اليونان بعدم السماح لفرق موجاتية أمريكية أن تعمل على أراضيها في الظرفية الحالية. هذا الذي نقله الجنرال وتقرير إلى اليونانيين. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.